عايز اقول لكم على خبر حصري معايا، ان دلوقتي بيتم مناقشة قرار باجبار الاندية لدفع رواتب لاعبيها الاجانب بالجنيه المصري. صح. وحين وفي حالة التعاقد مع اي لاعب اجنبي او مدرب اجنبي، الاشتراط ان في العقد ده كلام بلوج، ده كلام حصري خلاص، ده رسمي، ده بيتم من النهارده يعني. من الساعه 6 المغرب بيتم مناقشته، ان هيتم اجبار الانديه المصريه والاتحادات المصريه. ده قرار انا بقول لك، الاتحادات مهمه جدا، تمام، ان كل مدربيها وكل اللعيبه الاجانب والمدربين الاجانب ان هم يجب ان يتقاضوا اموالهم بالجنيه المصري. ده انا بقول لك خبر معايا رسمي، انا كزملكاوي اتمنى مش رسمي يعني، في يعني في مفاوضات قويه وتعليمات وتوجهات ان ده اللي يحصل. انا كزملكاوي اتمنى ما تمشيش حد يعني، مش حد ما حدش يقول مشي حد المصري بما عادل مصري. طب وهل هو هيوافقوا اللعيبه يعني؟ علي معلول ده هيوافق ياخد بالمصري؟ ممكن اقول لك حاجه، ديانج دوت هيوافق؟ اقول لك حاجه، في كل دول العالم انت ما بتروح تلعب في اليابان ما بتاخدش فلوس بالدولار، بتاخد فلوس بالين الياباني. لما بتروح تلعب في الصين ما فيش حد، ما بتاخدش فلوس بعملة بتاخد البلد. فلوس بعملة بلدك، بعملة بلدك، وده مش عيب. انت لازم تقوي عملة بلدك. الكويتي كان بحاجة و50 النهارده، كنت واخد بالدينار. كنت واخد بالدينار. ايوه، ما فيش حد بياخد بالدولار. انت ليه؟ طب انت النهارده انت يعني، انا برضو انا معلش صح. انا مع القرار ده. انا مش بقول لك امشي، اهلا بيك وانت راجل اضافه لينا وكل حاجه، لكن في ايه لما تاخد فلوس بعملتي؟ صح. انا مش عايز تاخد، مش عايز، وانت عايش هنا مش تعيش معايا. هل انت ينفع تروح انجلترا مثلا؟ هل انت ينفع تروح انجلترا وتطلب فلوس بالجنيه المصري؟ بالدولار، بالجنيه المصري؟ لا ما تقدرش ولا باي حاجه، لازم بالجنيه المصري. احنا عندنا لعيبه في المقاولين بتقبض بالجنيه المصري بجد؟ والله برافو. بس والله مش بنفس مستوى ديانج يعني. ديانج لما تيجي تقول له هتاخد جنيه من مصر هيقول ايه؟ ده بيلعب في الاهلي. هيقول ايه؟ النهارده يعني ايه المشكله؟ هو بيلعب في النادي الاهلي. اهم حاجه اللعيب المحترف ده عايز ياخد فلوس، مع احترام النادي الاهلي او نادي الزمالك. اللعيب المحترف ده بياخد فلوس. ديانج النهارده هيوافق ياخد بالجنيه المصري؟ ما هي برضه هتيجي عند اللاعب نفسه. لا ممكن ما يوافقش. لما لا دولار يعني انت ما فيش يمشي. انا النهارده النهارده اسكان الانديه مش عارفه تجيب المؤسسات كبرى دولار، مش عارفين يجيبوا دولار من البنك. مشكله فعلا. النهارده ايه اللي ممكن يحصل؟ ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعدي عليها. بس هل المدير الفني المنتخب الاول هيوافق والجهاز بتاعه؟ طب فيها ايه؟ انا هدي لك، انا هدي لك فلوس، انا هدي لك فلوسك هي هي، تمام. هصرف لك، هصرف لك بالجنيه بسعر الدولار كل شهر. يعني لو الدولار بكره بقى بكذا هدي لك بما يوازي بالجنيه. طب وهو الراجل هياخد جنيه يعمل بيه؟ هيحطه ما هو مثلا عايز مثلا يبعته لاهله او ان هو يحطه في حسابه بره. طب هيصرف بجنيه في البرتغال ازاي؟ مش هيلاقي الدولار. ايوه بالظبط، هيمشي بالظبط. هو ده بتكلم فيه. لا اعتقد ان هي محتاجه، انا بالنسبه لي انا بتكلم بجد. ايوه بجد الموضوع. احنا ليه ما بنحترمش بلدنا زي ما الناس كلها بتحترم بلادهم؟ يا جماعه في كل حته في العالم الناس بتقبض، الناس بتقبض بالعمله المحليه، العمله الوطنيه. احنا ايه المشكله يعني؟ كابتن المشكله دي هجيب بعد اذنك، بس المشكله دي المفروض من اول الموسم اجيب لاعب اتفق معاه بجنيه مصري، لكن اجي نص الموسم. ايوه قرار طلع من الدوله دودار، هو ايه المشكله؟ انا النهارده قرار فايده. النهارده انا جيت اتعاقدت معاك، كان الحال مختلف، الامور اتغيرت والظروف الاقتصاديه. انا مع القرار. طيب انا مع القرار مش ضده. انا مع احنا بنتكلم، انا بقى كلاعيبه يعني. اللي عايز يمشي يمشي يا جماعه. ايوه ايوه صح. فاهم انا قصدي؟ انا كلاعب محترف انا اخد الجنيه المصري اعمل بيه ايه؟ ايه المشكله؟ خلاص هيمشي. يبقى هل النادي الاهلي يتقبل ديانج وعلي معلول؟ يمشي يمشي. كلاتنبرج هياخد الجنيه المصري. كابتن بس واحده واحده عليا جدا. الاهلي جمهور النادي الاهلي يتقبل الجنيه المصري ده بقى جنيه مصري؟ علي معلول لو موافقش وده جنيه مصري. بس احنا بنتكلم، وانا بنتكلم على الاهلي ليه؟ احنا بنتكلم على كل الناس، على كل الناس. ايوه عامه انت بتدخلنا في قصه الاهلي. عامه كل الناس بنلخص يا كابتن. هو اللعيبه المحترفه، اللعيبه المحترفه دي اللي هم مين؟ والله ما حد هيمشي. لان اقول لك ليه؟ كل اللعيبه المحترفه اللي بتلعب في مصر بتتقاضى اموال في مصر اضعاف 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 من العروض اللي بتجيلهم في اي تانية. دي حقيقه صدقني. لو جالهم في اوروبا كل المدربين معظمهم بياخدوا فلوس هنا، فلما يجي يحسب حسبته يا دودار هو يعني هو معهوش فلوس في بلده. لما يجي النهارده لما يحسب حسبته، لا هو النهارده بيتقاضى اموال اكتر بكتير من اللي هياخدها في اي حته. ماشي يا ميدو. كابتن مش مختلف دلوقتي، دلوقتي انا مش مختلف. بس انا دلوقتي انا فيتوريا وافقت ان اتحول لمرتبه جنيه مصري. هقوله بقى اخده جنيه مصري. هو ده اعمل هينفع؟ هينفع؟ افرض مشيت
مثلا بعد اصرفه عندي يا عم 6 شهور اصرفه عندي افرض مش هينفع 6 شهور اصرفه عندي اصرف الجنيه عندك اه اصرف عندي ايه المشكله ماشي ما انا ممكن اصرف وعندي في برضه هو هل الحال ده يفضل على طول ما انت بعد كده تعرف بعد كده تحول ده قصدنا يعني احنا مع القرار انا مع القرار بس طبعا بس اي حاجه تعملها البلد في صالح البلد اكيد احنا مع القرار طبعا لكن احنا بنفكر تفكير انا وجده اللي هو الاصابات اللي هتواجه الاصابات اللي هتقابل الشخص نفسه ده وياخد الجنيه انا عن نفسي هل فيرا هيوافق انه ياخد بالدولار او كولر في الاهلي او اللاعيبه المحترفه المشكله ايوه ما ده سؤال لازم اي حد مش عايز يمشي بنظامي بقول لك يا جدو احنا عايشته في انجلترا تمام تقدر تعمل اي حاجه خارج نظام القانون لا الانجليزي طبعًا. لا طبعا هيرجعك على طول ارحلك برضو احنا مصر صح. ايه المشكله عايز تشتغل عندي احنا ناس عايزينك وبنقدرك كل حاجه لكن احترم القوانين بتاعتي لو قوانين طلعت غير كده شكرا بس انت ممكن تقول مثلا من الموسم اللي جاي عشان خاطر الانديه تعمل حسابها وكمان الناس اللي موجوده دلوقتي ان هي تعمل حسابها برضه ممكن تقول مثلا الموسم الجاي بشهر 6 يعني هيبدا من شهر 6 ممكن التعاقدات الجديده كلها او المدربين اللي موجوده دلوقتي تديهم فرصه لحد الحد ايوه ما انا بقول لك المدربين الحاليين تديهم فرصه لحد شهر 6 يميدوا مثلا ان احنا هنطبق النظام ده من الموسم اللي جاي عجبك عجبك مش عجبك خلاص اتكل على الله ولو خدوا القرار برضه ان انت تبدا تتحرك في ظل الظروف الجديده ان انت في الجنيه المصري في كاس العالم انا بس بقول لك الناس معاها دولار وماشيه في الشوارع في قطر معاه الدولار عايز يصرفه ممنوع يتعامل بالدولار حتى لو انت جاي لكاس عالم انت بتتعامل هنا بالريال القطري بالعمله بتاعتي واحنا النهارده هنقوي احنا النهارده دولار هنقوي العمله بتاعتنا ازاي هنقوي العمله بتاعتنا وهنقوي العمله بتاعتنا ان احنا ازاي ان احنا ندخل احنا دولار العملة بتاعتنا. عن طريق السياحه عن طريق ان احنا نصدر عن طريق الناس نصنع حاجات كتيره جدا لكن جزء منها ان انا اتعامل في بلدي بالجنيه عشان ادي قيمه للجنيه المصري انا خلاص انا ده 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 القرار مش كلام اللي القرار انا موافق عليه طبعا والقرار لو اتعمل يا ريت يتعمل في واحنا مصر ممكن دولار احنا ال 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 في قوانين هتمشي عليها حتى لو انت موجود في عدد. لو انت عايز تمشي خلاص شكرا هعمل ايه هعمل ايه ما خلاص بس انا دي مش محتاجه كلام قاعده دي محتاجه احنا بنتكلم في كيفيه تطبيق الزمالك اقعد مع رئيس النادي الاهلي اقعد مع الرؤساء هناخد قرار القرار ده هيمشي على الجميع فبالتالي هيحصل قرارات ممكن ناس كتيره جدا تعترض عليها فلازم كلنا نتفق على القرار ده اكيد طبعا شكرا دودا ربنا يخليك يا كابتن توفيق يا كابتن شكرا جدا شكرا يا ميدو يعني انا هني الحلقه وان ده انا بقول لكم ان القرار بيتم دراسته وانا بقول لكم انا مع القرار ده قلبا وقالبا حتى لو هخسر اهم لعيبه عندي انا في رايي ان احنا لازم ندي قيمه للجنيه المصري احنا النهارده شايفين الناس كلها قاعدين بتقول الدولار طلع كذا وكذا احنا لازم ندي قيمه لعملتنا صدقوني انا عشت في 7-8 دول مختلفه وشفت الناس ازاي بتحترم ثقافتها بتحترم نظامها بتحترم قوانينها بتحترم عملتها واي حد يجي يعيش عندي لازم ان هو يحترم حتى لو عنده تعاقدات يحترم ثقافه بلدي ويحترم نظام بلدي ويحترم قوانين بلدي يا غير كده شكرا جود لك المهم ان في بلد اهم من اي حد